لأنكم جزء أصيل من اهتماماتنا، فإننا في برنامج الاقتصاد في رمضان نكشف يومياً عن إحدى السلوكيات التي تستنزف أموالنا، ونقدم لكم الحلول المثلى للخروج من الشهر الكريم بأقل التكاليف الممكنة مع مجد النوري عبر أجيال. صديقي الصائم العزيز، سنبقى في مراكز التسوق الكبرى التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير، وتحديدا من تلك العروض التي تقدم الكميات بأسعار منافسة، مع ضرورة كتابة تلك العروض قبل التوجه للمركز بهدف التسوق. ولكن هناك أيضا بعض النصائح الخاصة بمراكز التسوق والتي لا بد من الحديث عنها. أولاً، قم بتصفح كافة صفحات تلك المراكز على مواقع التواصل الاجتماعي لها كما أخبرتك، وتمعن كثيراً أثناء التصفح للمقارنة العملية. ثانياً، استفد من كوبونات الخصم التي إما توفرها مراكز التسوق أو توفرها بعض المؤسسات المالية بصفتها الدعائية. ثالثاً، تجنب خدعة العروض التي تتمثل في تضخيم حجم المعروض مقارنة بالسعر المنخفض، لتكون النتيجة أحياناً شراء كميات كبيرة بأسعار منافسة ولكنها نادرة الاستخدام. لذا قم بالتركيز على ما تستهلكه فعلاً. رابعاً، احرص على جلب كل ما تريده ويمكنك تخزينه مرة واحدة حتى توفر مصاريف التنقلات ما بين بيتك ومراكز التسوق. وحتى إشراقة الشمس يوم رمضاني جديد، أتركك في رعاية الله وحفظه. الاقتصاد في رمضان برنامج يأتيكم يوميا في رمضان، فيه دروس وعبر كي نستطيع توفير أموالنا وإبعادها عن التبذير أو العادات المالية السيئة والتي قد لا تتبادر إلى ذهن الصائم، مع مجد النوري عبر أجيال.